اتصوت والم عليك الناس. الحقني في شيء غريب كده جاي يتهاجم عليا في بيتي. تتلمني يا جاهل يا راجع وتخلي. انا جاهل وراجع يا خاينه الامانه يا زباله. انا كمان هقطع ورق من معايا. وريني هفضل مرتب ازاي. المسيح ما قبضش ابننا يعيش، خدوا الملكوت. يعني ايه هتطلع من الغغداء للقصر؟ يا جورجيت انا ما بقتش اشوفك الا في المناسبات. ماشي ماشي، نفس الموال. خدي بالك من نفسك. مالك؟ انا في قغف وبصراحه زهقت. لسه مضيقة رحلات مكوكية؟ ما بتنامش من الفوق ده للفوق ده. الغريب انها مقتنعة انها تلاقي ابنها. طب حتى لو كلام العضغة صح والواد ما ماتش، ايه اللي هيوديه الأقصر ولا الغردقة؟ الله يكون في عونك. يبقى خد اجازة مرة واطلع معاها. اما ابقى افضى بقى. ادخل. مدام نور توفيق عايزة حضرتك يا فندم. نور؟ خليها تدخل. ماما نعم خدي رنا وادخلي جوه. يلا اوبا 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 سليم خير؟ نور جرالها حاجة؟ لا نور الحمد لله كويسة. أمال خير في إيه؟ وانا ما ينفعش اجي لك غير في حاجه تخص نور ولا ايه؟ احنا مش صحاب يا سليم، والحاجه الوحيده اللي مشتركه ما بيننا هي نور. طالما هي كويسه يبقى لازم اقول لك خير. بس ده مش صحيح. مش بس نور الحاجه الوحيده المشتركه بيننا، لا في كمان مدحت.